الأسف اليوم كان يوم هو مشو تاريخي من جانب أننا مناضلين ديال الكونفدرالية المناضلات كانوا في المستوى لمواجهة آل القمع التي لم تسبق لها عهد بهذه المدينة بالقوة ديالها والتواجد ديالها والآليات ديالها. ومع ذلك فالأخوات والإخوة بالنسبة لي أحييهم وأحيي كل من التحق بنا في هذه المسيرة اللي كانت مسيرة إدارية بامتياز رافعة الشعارات ضد الغلاء المعيشة وضد الحكومة واتفاق 30 أبريل وضد كل الأشياء التي فعلا ألاحظ ذلك المشهد وأجد نفسي متألما للقوة ديال الأمن اللي كانت كتخدم كتستعمل جميع الوسائل بالقوة ديالها من أجل أولا تهجم على العاملات وخلقتنا من جميع الجوانب جا المكان جمع بقوة عالمة بوسائل حواجز ومع ذلك استعملوا جميع الفرق ولكن مع ذلك كان النضال هو الحاضر لا يهتم أحد بما يتعرض له كان هناك جميع أنواع العنف لم يبقى إلا الرصاص. فبالنسبة لنا الكونفدرالية ينبغي أن تبقى شامخة كما بناها السابقون وضحوا من أجلها منهم من مات ومنهم من اعتقل ومنهم من استشهد والباقي سيأتي إن شاء الله. وبالمناسبة نترحم على المرحوم نبير الأموي ونتمنى أن نسير على أهل الصاعدة شهداء الطبقة العاملة وشهداء الشعب المغربي.